محلية في هذه المجالات وغيرها. ونحن بصدد إصدار عدد من الأدلة الإرشادية لكل من هذه النظم المطورة وبدء تعميمها في كافة محافظات الجمهورية، ولتمكين الإدارة المحلية وتدعيم صلاحيات موارد الوحدات المحلية، كما تطبق في المرحلة القادمة برنامج للتطوير المؤسسي وبناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية على نظم العمل المتطورة. وفيما يخص الإدارة التشريعي، فإن مصر تعمل على تطوير التشريعات التي تنظم حركة العمران في مصر، حيث صدر مؤخرا قوانين وقرارات تنظم استخراج ترخيص البناء والترخيص التجارية وتقنين مخالفات البناء في إطار التصالح وتنظيم المواقف وغلاية، كما صدر مؤخرا قانون للتخطيط العام للدولة وجاري مناقشة والانتهاء من مسودات قانون البناء وقانون الإدارة المحلية. وفيما يخص تدبير التمويل والاستثمارات المطلوبة لتطوير والتنمية العمران الحضرية، فإن هناك عدد من البرامج والمبادرات الحكومية في هذا المجال، مثل برنامج تطوير عواصم المدن وبرامج الإسكان الاجتماعي، فضلا عن برامج تطوير منظومة المخلفات الصلبة التي تديره الوزارة، إلا أننا نبحث عن آليات غير تقليدية للتطوير للتمويل من خلال هذه الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادرة المدن المصرية المستدامة المزمع إطلاقها في هذا العام في مؤتمر التغير المناخي القادم إن شاء الله في مصر، ويستعمل على تحديد وترويج حزب من الاستثمارات الخضراء التي تساعد المدن المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. هذا بالإضافة إلى ما جاء في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة والخاص ببرامج المؤسسة الاستدامة زي برنامج صعيد مصر، كما أن تنفيذ برنامج التنمية الريفية المستدامة لحياة كريمة على التنمية الريفية المصرية البالغ عدد سكانها 58 مليون نسمة بتكلفة تريليون جنيه مصري لضمان التكامل بين الريف والحضر واستدامة التنمية الحضرية. أشكركم. Thank you very, very much. Thank you, sir. So far, I know you're getting tired. We've had 18 presentations and we have شكرا جزيلا أعزائي السادة الأفاضل.